السلام الله عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. هاد الليله هادي جيت باش نهضر على قبرص ونحط بعض النقاط، نزيد نشرح مزيان. نتمنى الصوت تسمعوا مزيان. وبالنسبه ما تنبينش وجهي، ماشي مهم نبان، المهم هو نفيد ولا نعطي واحد الاستفاده، واهم حاجه هي نعمر الفراغ ديالي. اول حاجه قبرص. قبرص جات في البحر الابيض المتوسط. قبرص مقسومة على جوج دولات، دولة معترف بها عالميا ودولة غير معترف بها. قبرص الشمالية او قبرص التركية هي الدولة اللي غير معترف بها، معترف بها غير تركيا وبعض الدول. كاينه قبرص التركية وكاينه قبرص اليونانية. القبرص اليونانية في الاتحاد الاوروبي. غادي نحاول نطرق الخدمة، كيفاش بنادم يخدم، كيفاش شنو هما العراقيل اللي غادي تلقاهم في هاد البلاد هادي، المميزات ديال هاد البلاد، بزاف ديال الحوايج. المهم احنا انا جاي، انا يعني دابا حاليا ما عنديش واحد البلان، ما دايرش حاجه في بالي ولا كاتب شي حاجه باش المهم انا تنهضر اللي جات في هاد اللحظه هادي غادي نقولها. نبدا ب اول حاجه، غادي نبدا ب بالقنصليه. بلا ما تحمق راسك خويا، القنصليه ديال قبرص ما كايناش في المغرب نهائيا، ما كايناش. وحتى شي دوله وحتى شي قنصليه وحده اخرى في المغرب ما كتمثل، يعني ما كتمثل قبرص في المغرب. كاينه في فرنسا باري، فهمتيني، كاينه في باري القنصليه ديال قبرص بالنسبه للمغاربه، كاينه في باري. وبالنسبه اللي عايشين هنايا، كاينه القنصليه المغربيه كاينه هنايا في لارناكا، كاينه في قبرص. اما بالنسبه للمغاربه في المغرب ما كاينش قنصليه ديال قبرص. وهذا كنت اسفو، لان كنت هضرت مع كنت هضرت مع واحد السيد وقلت له علاش ما كايناش قنصليه. قال لي المشكل ديالهم هما، حيت حنايا راه كاينه قنصليه مغربيه كاينه في قبرص، هما اللي خصهم هنايا، يعني المشكل فيهم هما، داروا القنصليه في فرنسا. على اي بالنسبه للعمل هنايا ما بيش، المهم احسن من المغرب، هو ماشي شي رفاهيه ولكن الكومين احسن من المغرب. يعني اقل صالير يمكن الانسان ياخذو هنايا 750 اورو، 750 اورو. على سبيل المثال عندنا مثلا امراه باغيه تخدم وباغيه تمشي لواحد المجال اللي ما عارفه فيه والو، على سبيل المثال باش تخدم في واحد الشركه ديال كيصاوبوا البطوات ولا بحال هكا، غادي تبدا بهاد الصالير هذا ويكون اكثر منه. ما ربما انا غير كاين 750 اورو وهي طالعه، ربما 800 850 وهي غاديه. هذه كتشدها، يعني كتشدها بدون يعني كتشدها، حيت رب العمل كيزيد يخلص، كيعطي عليك ضرائب الدوله وتيخلص عليك بزاف ديال القوانين. هذه كتاخذها يعني انت عندك في الجيب، يعني ديالك خلصها ديالك. وهذه يعني خلصها غير كتبدا، ماشي كتبقى تشدها كامله، يعني شحال ما تعلمتي وشحال ما زدتي في الخدمه كيزيد لك رب العمل، كيزيد لك في الماندا ديالك. يعني
أقل ثمن ممكن الإنسان ياخده هو 750 أورو، هذه واضحة. بالنسبة هنايا أكبر جالية كاين هنايا اللي شفت هنايا جالية بخصوص الجالية العربية، كاين السوريين، يعني السوريين كاينين هنا بزاف. وغنقول لكم واحد النكتة كان قالها لي واحد السوري ضحكني، قال لي السوريين هنايا تقريبا نسبة السوريين أكبر من القبارصة، يعني أكثر من القبارصة. هذه فقط ميتافور أو تعبير مجازي، السوريين كاينين هنا بزاف، وكاينين عرب، كاينين مصريين، كاينين لبنانيين، فلسطينيين، مغاربة، كاين انقراض تام تقريبا، مكاينش مغاربة بزاف، إلا يكونوا كاع شي 20 مفرقين تقريبا، مفرقين على المدن، في لارناكا، اللي في لارناكا، اللي في نيكوسيا، اللي في بافوس، اللي في ليماسول، مكاينش بزاف د المغاربة. أنا يعني قالوا لي راه شحال هادي كانوا مغاربة، كانوا في قبوس المغاربة، ولكن مبقاوش. المهم هنايا الجالية كاين كما قلت لكم السوريين، كاينين الرومانيين بزاف، بلغاريين، رومانيين كاينين بزاف بزاف، رومانيين، مولدوفا، هادو اللي شفتهم اللي تعاملت معاهم بزاف من هاد الجنسيات. هادو السياحة مزيانة هنايا، كاين المشاريع، كاينين أصحاب رؤوس المال تيدخلو لهاد البلاد هذا و تيستثمرو أموالهم في مشاريع، خصوصا الجنسيات بحال الرواسة، الرواسة كيحطو فلوس صحيحة هنايا. وعلى ذكر الرواسة، إلا بغيتي تخدم مزيان، تخدم يعني شاف، تخدم طوب ديال الطوب، تكون عندك اللغة الروسية، يا سلام، عندك اللغة الروسية تمشي بعيد، أمورك الأبواب كتفتح. حتى هنايا الأغلبية، وكاينين رؤوس أموال روسيين، و تيستثمرو هنايا في هاد البلاد هدا، و تيحتاجو إنسان يهضر بالروسية. بالنسبة لعنا سيدي على حسب المناطق ديال هاد البلاد هدا، كاينه ليماسول، ليماسول معروفة بالناس اللي فيها ملاعقين، عقلية بشكل مفيهاش صداع، كال بالليل بيان سور بالليل كيوقع الصداع والمشاكل، قلت لي بواطو مافياس بيناتهم، ولكن ماشي شي حاجة. المهم هي معروفة، ليماسول معروفة عليها الملاعقين. بافوس معروف عليها شعبية، يعني هتلقى فيها العرب بزاف، تلقى فيها العرب بزاف، وتلقى المهم شعبية بزاف في بافوس. من لارناكا معروفة بالمطار، مطار السياحة، هيا النعبة، كاين شي مناطق تما السياحة، وحتى ليماسول معروفة بالسياحة. كتبقى لنا العاصمة اللي هي نيكوسيا، هاديك العاصمة الكابيتال، إلا مشيتي ليها ما تلقاش فين تحط الطوموبيلة ديالك، هادي خدها بالتأكيد، قوة البشر اللي فيها تما. إلا بغيتي تصاوب شي وريقة ولا شي لعبة وجابتك السنطة وطلعتي نيكوسيا، عرف غادي تبقى واحد الساعة، ساعة ونص، نتا غا كتقلب فين تباركي الطوموبيل. لي شفت أنايا الأعداد ديال الطوموبيلات اللي كاينة في هاد الجزيرة الأوروبية أكثر من بنادم، أكثر من بنادم. نهضروا على الخدمة. بالنسبة للخدمة، اللي ما عندهمش الأوراق، اللي ما عندهمش الأوراق، الأغلبية هاد البلاد هذا البلاد يلاه طالع كيبغي البني، تخدم البني، كنتي كابابل في البني، عندك معرفة في البني، أو تخدم مزيان بخير بدراعك، تخدم بخير. حتى هاد البلاد دابا طالع في البناء، و وسميتو شكون ندير، يعني اول مهنه غادي نكلاسيها انا، يعني شخصيا انايا هي هو البناء. يعني كنشوف هاد البلاد هذا غادي مزيان، غادي غير في البني، فيما مشيتي تلقى هما كيصاوبوا عمارات، هما طالعين ناطحات السحاب، يعني البني
هاد البلاد بغى يقول لك بحال الامارات بحال قطر، يعني بهذا المفهوم هذا. الى رجعتي ل 2003 2004 من كانت يلاه الامارات النشأة بحال هكا باغيين يردوا هاد البلاد هادي. حتى انا يعني هذا كيبقى النظريه ديالي وهادشي اللي تنشوف انايا، ما قريناش في كتب ولا شي حاجه، اللي تنشوفو بعينينا وتنخدمو دماغنا. البلاد غاليه في البني، كل ما يتعلق في البني. بالنسبه اللي عندهم الوراقات ديالهم مزيان، اللي ما عندهمش الوراقات ديالهم مشكله، كتلقى مشكله بزاف. وكتخدم في خصوصا السوريين مع هاد المشاكل ديال الحرب. مساكن نتمنى ان شاء الله تفرج عليهم في اقرب وقت. الدوله تساعدهم وتعطيهم واحد الورقه اللي سي باسي باش يخدموا، باش يتحركوا، باش كذا تخدموا. وخا حراقات يخدموا، المهم خدام على راسهم في البني. هاد الصالير علاش بغيت تكون البني؟ مثلا الصالير تيتخلص اللي ما تيفهم والو. يلاه كيبدا، يلاه بادي بواحد الدومي ما تيعرف والو، تيشد واحد 500 درهم في النهار، 800 السوايع، شحال قلت؟ 50 اورو، 50 اورو. وعاد كيزيدك يعني ملي تخدم نتايا وتتبين له الخدمة وكاباب وكدا، راه بيان سور غادي يوصل معاك، غادي يزيدك. غير الخدمة ديال البني هنايا شوية صعيبة. غادي تقول لي لا راهم تيخدمو بآلات وكدا، راه متفق معاك تخدمو بآلات، ولكن في حد كاينين شي مناطق وشي بلايص كتوصل لهم ما تيتخصوش دوك الآلات باش مثلا تخلط السيما، تخلط كدا، ما كيوصلوش. يعني خصك تهز، هاديك الساعة كتبقى تخدم اليد، يعني يديك غادي تخدم. خصك تهز هداك السطل ديال فيه البوطور وتدوزو ليها وكدا، فهمتيش؟ كاينة شوية ديال التمرين. وخصوصا كاينة مثلا كيفرشو ديك الأرضية ديال الرولو، كيقولو لها الرولو، وديك الرولو جاي ما عرفت من اليونان ولا جاي من ايطاليا ولا ما نعرف، تقيل بزاف. هو رولو فيه شبكة، فيه فوسط منو التراب، غير ملي كتقطعو اش كيقولو، ملي كتقطعو بحال الموس، وداك الموس كيقطع غير شي شوية وكيحفى. خصك تبدل الموس واحد اخر، قاصح بزاف، وخصك تحركو بيديك، عرفتي؟ يديك ملي كتجي للدار ما غاديش تقدر تحلو. يعني كاينة تمارة ما واحد دقيقة اسمحوا لي. هضرنا على الصالير، هضرنا على البلاد على حسب البلايص. لي ماسول قلنا ان لي ماسول غادي في مشاريع كبيره جدا، كاين ناطحات السحاب كتبنا، لوطيلات كيتبناو، يعني كاين مشاريع كيتبناو، غادي يكونوا محتاجين بنادم، محتاجين ناس. 2021 2022 2020 غادي يكونوا واجدين بعض المشاريع، يعني غادي يحتاجوا بيان سور بنادم. هنايا لقيت كاينين بزاف هنايا في هاد البلاد هذا. بالنسبه للخدامات كاينين فيليبينيين خدامين على راسهم، الهنود كاينين تما بزاف. ما عرفتش علاش المغاربه ما وصلوش هنايا، المغاربه قلقانين في هاد البلاد هذا. ولكن هاد البلاد هذا مزيان، فيه طرد الخبز، بنادم تخدم على دراعو تيجي بحلال مزيانه، ما كاينش القنطه، الامور مزيانه الحمد لله. البحر ملي فين ما درتي البحر، بنادم كاع لا مشى كاع تقنط كيدي تهبط بحالاته البحر يتفاجا. ما كايناش عنصرية بزاف كيما تنسمعو على دول وحد اخرين. بنادم كالم، خصوصا انت مغربي تيبغي يتعرف عليك كتر، حيتاش ما كاينش مغاربة بزاف، والاغلبية هنا ما تعرفوش المغرب فين جا، فهمتيني؟
ما تيبغيو تعرفوا عليه، تعرفوا على الثقافه ديالك، بزاف ديال الحوايج. خليط البشريه جمع كلشي الملقى العلبيه، هانية ومشي هانية، محصول هنية اللي مهنية، وجب لي حادقة الشمتة سير مشوع على الوضعية، تحيي الحجة مكان ما يتحدش، شماتة شماتة شتة مع القرودة مشتة. غادي برا ما يفكرش في الحريق غادي، انا تنصح لي تنصح فيها، حيتاش كل مرة تنسمع بنادم تيجي لهنايا، ولكن كاين هادوك اللي كيوصلوا، كاينين الناس مساكن عائلات تيموتوا، خصوصا السوريين شحال ماتوا في البحر باش يوصلوا لهنايا، وصعيب انسان هنا يجيب الاوراق، الصراحه صعيب بزاف، خصوصا في الظروف ديال كورونا. نتمنى من الله ان شاء الله يرفع علينا هذا البلاء هذا، لا هنايا ولا في العالم كامل، ولا في المغرب، عندنا عائلتنا في المغرب وخوتنا في المغرب وصحابنا في المغرب، نتمنوا ان شاء الله اللي مريض الله يشافيه، واللي تشافى الحمد لله على سلامته. المهم نتمنى يكون خير علينا وليكم. هنايا بالنسبه لهذا المرض هذا راه غادي في حد التصاعد، ولكن ماشي بحال المغرب مقارنه بالمغرب، المغرب الارقام كتخلع في الصراحه. ايوا نتمنى من الله اللطف الشيء اللي كاين. على سبيل المثال مثلا الحراق هنايا جا، وهالمشكله ديال هاد الكورونا هادي دابا، صعيب ان الدوله غادي تعطي، يعني غتعطي شي امتيازات للناس اللي عندهم الاوراق كانوا خدامين وحرسهم الخدمه، تعطيهم شي 60%. بالنسبه للبنادم اللي حارق شنو هي، خصو يقلب على شي دار اللي يخدم عنده، فهمتيني، ويخدم عنده ويخليه يخدم ويخدم غير بوحديتو، ما يعني ممنوع ان شي دار يكونوا فيها اكثر من جوج وقيله، ولا خصو واحد يخدم في الدار، فهمتيني، باش ما تبقاش مشكل مع البوليس ومع شي اللي كاين. نتمنى اذا عنده شي واحد شي سؤال ولا نسيت شي حاجه المسامحه يخلي عليه في الكومونتير، ونحاول انا نجيب لكم معلومه من عندي هنا صحابي، وعندي كنعرف شي ناس هنايا غادي يقدروا يفيدوني، فقط خلوا لي كومونتير وانا غادي نقلب لكم هذه المعلومه ونجيبها لكم. اللي قدرت له غادي نقول لكم، اللي ما قدرتش نقول لكم راني ما عنديش واحد الفكره، خطيني واحد المهله نسول لك. كنظن راه حد الان هضرت على كل شيء، ماشي كل شيء، ولكن المهم ركز لي دابا في دماغي راني قلتو، ما بغيتش نطول هذا الفيديو هذا. الى فكرت شي حاجه راه غادي ندير شي جزء الثاني. يلا تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، مع السلامه، سلام الله عليكم.